دابا بغيت تخدموا معايا انا راه بخير وعلى خير تنتا انا راه مضروب حتى لهنا بالكريدي كاع مالي الحوان فهاد كورونا كل واحد تيتسني 17000 ريال الحانوت كانوا ليا تخرج مع 6 الصباح وتدخل مع 12 الليل علاش تنخرج مع 6 ديال الصباح ما كندخل حتى 12 الليل علاش اخويا باش حتى شي مول الحانوت ما يشوفني مراكش هي جامع الفنا وجامع الفنا هي مراكش ولهذا اي انبعاث ديال مراكش كيبدا من جامع فنا حنا كنعرفوا بان مازال الوباء كاين ومازال الاحترازات كيخصها تستمر ولكن ايضا واش توقف الحياه لانه حنا عشنا واحد البيات صيفي وخريفي طويل جدا والمرض كاين ولكن حتى الصحه كاينه المرضى كيخص الواحد يتعامل معهم وياخذهم بعين الاعتبار ولكن الاصحاء ايضا خصهم يعيشوا ولهذا تنتصور بان هذه المدينه بدات تستيقظ ومراكش يعني دائما اللي بغات تبدا كتبدا من جامع فنا يعني هي المنطلق وهي الاصل وهي حقيقه هي النبع اللي شخصيه مراكش منها تتفجر لهذا كان من الضروري مثلا ان واحد مجموعه من الفعاليات هنا في هذه المدينه يفكروا بان الناس اللي كيصنعوا الفرجه في جامع الفنا هما نوع من الاعمده ديال المدينه شادين المدينه حتى سياحيا كتعرف بان السياح سواء كانوا اجانب او من مختلف المدن المغربيه ملي كيجيو لمراكش اول حاجه كيزوروا هي ساحه جامع الفنا باش يحضروا لهاد الحلقات ولهاد الفرجات الشعبيه هاد الناس كيخصهم يرجعوا ولكن باش يرجعوا خصنا ننتبهوا لاننا نسيناهم فتره الحجر لانهم ناس ما عندهمش ما استفدوش من دعم ما كان دعم ديال المسرح ودعم الاغنيه ودعم السينما ودعم الكتاب ولكن هاد الناس راه ما تيدعمهم حد اذا مناسبه نفكروا فيهم اليوم في هذا الظرف العابر ولكن من اجل ديما ايضا خص شي صياغ باش هاد الناس تولي كرامتهم محفوظه ماديا اساسا ومعنويا باش تبقى الساحه باشعاعها بطاقه الفنان مساله ايجابيه بعدا ان البعض فيهم حصل على بطاقه الفنان انا في رايي هذا مكسب لانه كيولي على الاقل معترف به وعنده حضور لان اغلبهم راه ما عندهمش هاد البطاقه اغلبهم هم على الهامش تماما غير هو بطاقه الفنان هي ايضا مجرد ارضيه او وثيقه اللي من بعد كتيح لك فرص اخرى انا بالنسبه لي كنظن بان السياح كيجيو لمراكش واحد العدد كبير فيهم لان فيها جامع فنا ولان فيها الفرجات ديال جامع فنا لهذا كنعتقد بانه الفنادق ديال مراكش راه هاد الناس راه جزء لا يتجزا من مسؤوليتها خصهم يفكروا فيهم يعني كل الفضاءات السياحيه ديال مراكش من بعد يجب ان تفكر في صياغ تضامنيه في كيفاش توفر شي امكانات تاع دعم يكون دائم ومستمر ليضمن لهاد الناس الحضور الكريم في الساحه من جهه اخرى المشكل ديالنا في مراكش هو اننا وضعنا بيضنا كله في سلة السياحة هذا مشكل وهذه المحنة أثبتت لنا بأنه ما يمكنش توضع البيض ديالك كله في سلة واحدة اللي هي السياحة عندنا إمكانات شو دابا مثلا عندنا غير طريق أوريكا كلها كانت طريق مهمة على المستوى الفلاحي وكيفاش كلها حولنا أنشطتها إلى السياحة واليوم احنا حاصلين انا في رايي هذه مناسبه باش نعاودوا نفكروا في مدينتنا بطريقه اخرى ونعرفوا بانه مراكش راه كانت دائما فيها صناعه زمن الاستعمار كان عندنا حي صناعي حقيقي صناعه غذائيه تحويليه حقيقيه واحد العدد ديال الصناعات ما فيها الصناعات المرتبطه بالسياحه كصناعه تقليديه وما اليه ولكن يجب حقيقه تنويع الانشطه الاقتصاديه ديال هذه المدينه السياحه مزيانه ومراكش مدينه سياحيه عندها اشعاع وجاذبيه ولكن ماشي بالسياحه بوحدها ممكن هذه المدينه تعيش وتستمر وتحقق الى بغينا نقولوا نوع من الاطمئنان الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا